إذن مشاهدينا، شرم الشيخ تحتضن قمة عالمية على أرض مصرية، أرض السلام، أيقونة السلام. تحتضن هذه القمة وتحتضن العديد من دول العالم لمناقشة قضايا المناخ الذي يؤثر وبشكل كبير وبشكل خطير على العالم وعلى ظروفه وعلى إمكانياته. هناك الكثير من التحديات التي يواجهها COP27، وهذه التحديات التي يناقشها رؤساء العالم في هذا المؤتمر وفي هذه القمة العالمية. أكثر من 120 من قادة دول العالم يتناقشون ويتحدثون عن المناخ بأوضاعه وبتأثيراته المختلفة على الدول. هذه القمة في نسختها 27 بتناقش العديد من القضايا المهمة، من بينها قضية التمويل وقضية الشباب والأجيال القادمة، وأيضا قضية إزالة الكربون، بجانب قضايا التكيف، الزراعة، المياه، المجتمع المدني، الطاقة، التنوع البيولوجي وغيرها من الموضوعات التي تمس حياة المواطن في كافة أنحاء العالم. لذا جاءت هذه القمة مهمة استثنائية بكل المقاييس. مشاهدينا، نتحول مع حضراتكم إلى شرم الشيخ حيث الفعاليات وحيث النقاشات. معنا ومع حضراتكم موفدة التلفزيون المصري ريهام الديب. أهلا بك ريهام. أهلا بك نهى. بالفعل مثلما ذكرتي نهى، يعني هناك حالة من الزخم على المستوى العالمي وعلى المستوى طبعا المحلي. مدينة شرم الشيخ بتشهد مشاركة دولية واسعة النطاق من قبل عدد كبير جدا من قادة ورؤساء الدول والحكومات، بشكل خاص خلال اليوم والأمس الشق الرئاسي والجلسات التي يوجد فيها عدد كبير من رؤساء وقادة الدول والحكومات، بالإضافة طبعا إلى ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية بأعداد كبيرة، لأن هذا المؤتمر الحقيقة يعني بيحتل أهمية كبيرة لدى كل العالم نظرا لخطورة القضية التي يتناولها، وهي قضية الآثار الخاصة بالتغير المناخي على كل دول العالم، وبشكل خاص طبعا على الدول الأكثر تضررا، الدول الفقيرة والنامية. اليوم كانت هناك يعني فعاليات كثيرة، وبدأ يعني اليوم تحديدا بجلسة مهمة للغاية، وكانت بمشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس القبرصي أيضا. هذه الجلسة كانت بتحمل عنوان قمة رؤساء الدول لانطلاق شرق المتوسط ومبادرة الشرق الأوسط لتغير المناخ. وأكد خلال هذه الجلسة السيد الرئيس على حرص مصر على الانضمام إلى المبادرة الخاصة بالشرق الأوسط وشرق المتوسط في لتغير المناخ، وذلك للتأكيد على تنسيق الجهود وأهمية تنسيق الجهود في العمل المناخي لمواجهة الآثار السلبية الخاصة بتغير المناخ. فمصر كانت حريصة منذ بدء هذه المبادرة على الانضمام إليها، تنسيق العمل في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة شرق المتوسط، نظرا لأن هذه المنطقة تحديدا من تعد ضمن أكثر المناطق تضررا من الآثار السلبية للتغير المناخي. كذلك أيضا السيد الرئيس صرح أن المبادرات الطوعية لها دور كبير للغاية، لأنها بتعمل على حشد الدعم في مواجهة الآثار السلبية للتغير المناخي، وبالتالي لها دور كبير للغاية في الناحية العملية إلى جانب العمل الحكومي. المبادرات الطوعية لها دور كبير في يعني التوعية بشكل أكبر وفي العمل على الحد من آثار التغير المناخي وأيضا التكيف مع التداعيات القائمة بالفعل. كذلك أيضا تحدث السيد الرئيس وأكد على أنه العمل غير الحكومي يجب عليه ويتعين عليه أن يشارك جنبا إلى جنب مع العمل الحكومي في جميع دول العالم، وذلك من أجل مواجهة هذه الظاهرة وهذه القضية غاية في الخطورة اللي بتعتبر من أخطر قضايا القرن. كذلك فيما يتعلق برئيس القبرصي، صرح نهى بأنه هناك التزام من جميع الدول بالتنسيق فيما بينها وأن يكون
يكون هناك كلمة واحدة للمجتمع الدولي من أجل العمل على الوصول إلى يعني ليس مجرد اتفاقات أو مباحثات أو مفاوضات ولكن التنفيذ الفعلي، وهذا هو دائما ما نؤكد عليه وتؤكد عليه هذه القمة معا للتنفيذ، الوصول بقرارات مصيرية وعاجلة وفورية وتخرج من هنا من أرض السلام مدينة شرم الشيخ، وذلك من أجل إنقاذ البشرية ومن أجل أيضا يعني أن تقوم الدول التي تسببت في الأضرار الجسيمة بالبشرية وبالمناخ والتي تسببت في هذه الآثار السيئة للتغيرات المناخية أن تتحمل فاتورة كل ما قامت به ناحية الدول النامية الأكثر تضررا. أيضا انعقدت اليوم نهى جلسة أخرى كانت في منتهى الأهمية، الجلسة هي مائدة مستديرة، هذه المائدة المستديرة كانت تتحدث عن المستقبل نحو الطاقة والاستثمار في الطاقة الهيدروجين الأخضر. طبعا الهيدروجين الأخضر ومثلما أكد السيد الرئيس أنه بيعتبر من أفضل الحلول الرئيسية نحو الاقتصاد الأخضر وأهمية الاستثمار في هذا المجال، إنه بيؤدي طبعا إلى الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وهذا هو ما يعني حدث بالفعل من خلال مشاركة السيد الرئيس في تدشين والمرحلة الأولى من إنتاج الهيدروجين الأخضر وذلك في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس من أجل الاستفادة من الثروات الطبيعية هناك، للتأكيد على أهمية الاتجاه للهيدروجين الأخضر لما له من أهمية كبيرة في مجال الحد من آثار التغيرات المناخية. بالتأكيد نهى يعني الفعاليات كثيرة للغاية، وأبرز ما يميز هذه الفعاليات هو اتفاق مختلف الجلسات على النقطة الأهم وهي نقطة التمويل. التمويل هذا المحور الذي بيعتبر هو الأساس في كل الجلسات تقريبا، بالإضافة أيضا إلى يعني تمويل طبعا الدول الأكثر تضررا من هذه الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بالإضافة أيضا إلى أن ذلك سوف يكون وفق جدول زمني محدد ينفذ على أرض الواقع، وهذا هو الشعار الذي تقوم عليه أو يقوم عليه هذا المؤتمر، بالإضافة أيضا إلى العمل جنبا إلى جنب من مختلف الدول المشاركة في هذا المؤتمر، مختلف الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية. كما تعلمين هذا المؤتمر الذي يتم بمشاركة 197 دولة، ليست فقط الحكومات هي المسؤولة عن تنفيذ كل القرارات التي وقعت فيما قبل أو التي تم التطرق إليها فيما قبل في المؤتمرات السابقة، ولكن لابد أن تنفذ على أرض الواقع، ونشهدها جميعا في قرارات تخرج من مدينة السلام من مدينة شرم الشيخ. الفعاليات مستمرة، وكان أيضا من أبرز الفعاليات التي شهدناها مؤخرا مشاركة السيد الرئيس في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، هذه المبادرة المهمة والتي كان قد طرحها السيد الرئيس على سمو ولي عهد المملكة العربية السعودية، وذلك منذ عام، على أن تتم القمة الثانية لهذه المبادرة هنا في مدينة شرم الشيخ، وبالفعل شهدها السيد الرئيس، وذلك من أجل طبعا التوعية بمدى خطورة التغيرات المناخية على المنطقة العربية بشكل خاص، على خصوبة التربة، على جودة الأراضي الزراعية متسببة بشكل أساسي تغيرات المناخية في ندرة المياه، في الجفاف وغيرها من الآثار التي نعاني منها جميعا. وبالتالي السيد الرئيس تحدث عن أهمية المبادرات التي قامت بها الحكومة المصرية منذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، ثم بعد ذلك المبادرات الخاصة بالتحول إلى الأخضر، وأيضا يعني إلى جانب هذه المبادرات البرنامج الوطني الخاص بالاستثمار في مشروعات الغذاء والماء والطاقة التي يعني لها دور كبير للغاية، وطبعا هو هذا البرنامج بيحمل عنوان نوفي وله دور كبير للغاية أيضا في الاستثمار
في المشروعات الخضراء والتحول إلى الاقتصاد الأخضر. إذن الهدف واحد والجهود أيضا واحدة من أجل مكافحة هذه التغيرات المناخية والآثار السلبية لهذه الظاهرة والوصول إلى درجة الحرارة أقل من 2.5، يعني الوصول إلى أن لا تزيد عن 1.5 درجة مئوية. هذا هو الهدف، وأيضا الهدف الأبرز هو التنفيذ لكل القرارات التي وردت في اتفاق باريس أن تنفذ على أرض الواقع، وهذا هو ما ننتظره إن شاء الله في نهاية هذا المؤتمر المهم. نعم. الذي يشهد هذا الزخم العالمي والذي تشهده مدينة السلام، المدينة الخضراء، مدينة شرم الشيخ. نعم. شكرا جزيلا لك ريهام الديب، موفدة التلفزيون المصري، على كل هذه التفاصيل وهذا العرض الشامل لكل مجريات اليوم الثاني للشق الرئاسي لمؤتمر المناخ. وكما ذكرت لحضراتكم، أكثر من 120 من قادة دول العالم يشاركون، يتباحثون، يناقشون قضايا حول المناخ وتأثيراته المختلفة حول العالم. وكما ذكرت زميلة ريهام الديب، كلمة السر وراء هذا المؤتمر وهذه القمة العالمية هو التنفيذ.